والله بتبدأ من الساعة 2:30 الصبح، بنصحى بنحضر حالنا وبنطلع على المعبر. أزمة المعبر أزمة غير عادية، يعني مشكلة، لأنه آلاف العمال بدهم يدخلوا من الساعة 4 للساعة 6، من تقريبا 20,000 عامل بدهم يدخلوا داخل الخط الأخضر مشان كل واحد يبحث عن لقمة العيش تبعته. نعم، على هالمعبر في مضايقات كثيرة، وخاصة يوم الأحد، وخاصة في الترويحة، كلة الباصات والمواصلات والسيارات. يا حبيبي بطلع من الدار قبل الثلاث، بطلع وين مباطع نشتغل في إسرائيل في الشغل في الشمس طول النهار نشتغل. أول شغلة حوادث بتصير معنا قدامنا، بتموت العمال ولا حد بتطلع لهم، ناس بتتكسر في الطريق ولا حد بتطلع لهم. أزمة المعابر طب بتطلعوا لنا عليها، بننزلزل، الكبير بندعس عليهم، الصغير بندعس عليه، الكل هون متغلب، فيش حد بنطلع علينا. بنطلع كل يوم الساعة 3:10 من عمرتها، نصل 4:10 حاشر على المخصوم أيام الأحد.